انتم ما شاء الله شبابكم هناك والله، لكن على تمرينكم يا اخي بالنسبه لهناك قوي والله. ما حكيت لك يا عم واي دادا يا حبيبي عصام مذكره معي بتاعين ال بتاعين هناي بتاعين كوبر البطاره ديلك كوبر كنا من بتاعهم عديل والجيل بعد قلبنا علينا دق كانوا ايوه كانت حرقهم عديل ان احنا بلينه اي مذكره ولاعبينهم لكن لاعبين عديل للدين لاعبين صاحب يماني صاحب امين اها معاه ودادة ده ومعاه تاني كم ولد أولاد صغار يعني يعني مقارنة بأعمارنا احنا هذيل يا أحمد صح يوم الأربعاء اللي فات قال كان واحد من أولاد دبي ده قال لنا في ناس دايرين معاكم لعبة وكده أغلبهم تعالي قال الله تعالوا دايرين نحشر لهم ده تحدي مشينا مان الجام ليك ديلنا صعب يا مان دادا نفسهم ديرك هاي مشينا احنا مشينا لهم بالحمحمة بيناتنا الحمام لا دي ما غلطتنا دايما كانت اه يا بينا مشينا بيناس مكرة بس خلينا بل ان احنا في حياتنا دي لا حول خلينا عديل كانت بشتنا بشتنا عديل الله يشينا يا بعد ذاك يا تعرف لك الحمام الجابنا ده ده تجينا بجاي سبيت له انت يا ميتين كمان تعابين انت لا تعرف محيي موديل الزول العامي معاه التحدي طلع ما جا فزات ما جا لعب جاب ديل وقعد انت خلاهم يبل والله احمد الناس دي لاعبين لعب لا اله تحدي ياسي ها؟ لحد ياسي؟ لا ما دادا اللي آه. قال الصغار الثانية صحاب مين ديل صحاب يماني ما عارف تاني في منهم كمان ايوه ايوه دادا خشة لعب له 10 دقايق هذا ما طبعا لعاب يعني ما داير لكن برضه يعني كبير المفروض الزود ولا شو؟ عشان كذا بعدين خشة اول حاجة الكورة كانت كلها 35 دقيقة ملل لك قاعد اعمل له شير لل قاعد افتح في الباكيجات اللي عندي الباكيجات المهمة طبعا اخر حاجة اكيد يا لا 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 قلت لك الربح الكبير الربح شوية ما عندك فيه شيء داري شيل من ال 600 المرة اقسم بالله بتسمع كلام حسين انت حاط طيب اي اي كويس يا محمد العافية قاعدين قاعدين إن شاء الله شوية كده ساعة تاني طيب طيب عايز كم عايز 150 ممكن ميسي يجي من ديل طبعا اشرب اشرب عادي اشرب 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 حياتنا كثيرة تقدر انت تشري بذاته اشرب اي اي مواز
طبعا من الزحمه في بكيجات هسي ما ظاهر، عرفت لازم نزيح كذا شويه يمين وشمال، لازم نفتح اليمين. والله جادي معك في بتاعه البري اوردر دي، انا قاعد امشي لها يمين لان بكرهها، فما فيش. شفتها عليكم الله، بس يعني بس عايزي واحد بس من الليل يكون قوي وقاري. انت حسستني انك هناي حسستني ان روت تو فاينل، روت تو ذا فاينل. شوف لي منو قاعد يكتب هنا، قاعد يكتب في الاسم شنو؟ قاعد يعلق في اليوتيوب كذا شو ده سالم. Love you, Papa. Abdu, لا ما بيتباع، دير ما بيتباع، ما تحسد سايد. دير اكيد بينفع بعدين لي تحديات الايكونز، ها خلي بالك. يا رب هم مالو الباك ده قوي كده بتاع تورير جولد مالو قوي كده الباك ده ايوه ورينا ان انتو باك عادي. حلوة شنو يا عم السيد، حلوة شنو. بس لسه عندنا كثير لسه، ما خايف ما تخاف. الشاشات ان شاء الله الليلة بنشوفها مرة ومرتين وثلاثة. بس انا داير صلاح يجي ولا راشفورد عشان نعبر خلاص. ها
افتح واحدة من بتاعت البري اوردر يمكن يتذكروا انه انا من الناس اللي اشتروا اللعبة بدري بيقول ترى لازم تدي هاي كويسة. ما انا عارف الكلام فاضي بس عارف البري اوردر كلام فاضي وكذب. ما مشتري. انت قصدك بتاعت النسخة يعني بتاعت الفيفا؟ اي مشتري الالتيميت طبعا. طيب شاشات بس شاشات ما داير ما يدلا وكاوت شاشات. ما انت جراي يا ماكوكو ولا ما اعرف اسمك مين انت. الناس المواهب الشابة دي قاعدين نحتفظ بها عشان نطورها. لا حول ولا قوة، ده مالو جا سريع كذا ما خلاني اتنفس ذاته. انا مفروض اسكت، انا مفروض اسكت، اي مفروض اسكت عشان ما اخرب. خش الشاشة، هو اللي شاف الشاشات ما نحن شفنا. طيب بدينا ننقص شاشة، باكاتنا بدأت تنقص والوضع ده ما مطمن، ما في اي حاجة كويسة جاتنا العدسي. كيف يعني ده كله ما بي هنا باك كله لعيب وبرضه ما تجي منه زول كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السمول دي دايما قاعد تعزني، انا ما حنسى وما حخليها ابدا تتاخر. قومس اقطع وشك يا اخي، اقطع وشك يا اخي. الناس ما تخاف. عندنا مصنع بيبسي عديد لان ما عندنا ميرا. طيب نحن نعمل حركة انه دايرين نمشي نشتري فيفا بوينت. طيب I'm going to buy the full package of FIFA point. ايوه
ايوه والله العظيم بس الناس مشغولة الناس مشغولة هسه في الشامبيون كيف المفروض يركزوا مع الناس شوية الحبة اللي قاعدين يفتح في باكجات يا اخي ده تعب بتاع اسبوعين ولا ثلاثة اسابيع حرام بسم الله الرحمن الرحيم يعني كده عن عش البلبل دول ما اقول ذكر انا اللاعب شاعر ذلك ما اقول يا جاب لي راسه جوائز ال 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 الرايفلز اللي احنا هنا في الرايفلز 3 عديد رير ميجا باك و طبعا لا لا تريدبل طبعا تعرف شاشة المشكلة ما بعرف شاشات انا بعرف بس الووك اوت بعرف بس من الاخر ما بعرف الشاشات فيه ولا ما في بعرف بس الووك اوت اي شكلي هعمل كذا طيب اصلا لازم تركبني يا محمد السعد عندي ديرير ديرير يا محمد انا فتحتها سيرير وقف وقف نحن احنا ان شاء الله عندنا يما واي باكي جاك باكي جاك قسم الترموس صلوا على النبي يا الناس اللي بتحضر خير لسه والله ما حنيأس We've been here many times before, gave it all.
اخش اوقف امشي بين امشي التمرين يعني ولا شو؟ امرن اللعيبه واجي كده. احنا ما نفتح البسيطات الباقيات بعد ذاك ال 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 عبد الله ذات خاف علينا قلنا وقف ما تفتح. المشكلة الـ يا عبد الله الباكيجات بتاعت اللعيبة اللي قاعدين في الناس صلاح وماني وديل حتقيف عرفته حتى بعدين الساعة 9 او 8 بالليل. فخلاص خليني نفتح ما خسراني الحاجة. الرود تو ذا فاينل ديل حتقيف فعادي ما خسراني الحاجة خليني نفتح. اصلا ما مأمل في حاجة يعني من الناس فيفا ديل. ده يا سنيك اللي كلمتك عنه اديك اكسير بي ميجا باك. دينا شوية السلام يا أخي. يا رب معوز الكويس نحن ما طمعين نحن. يا رب معوز الكويس جوا. يا رب معوز الكويس جوا. هينا بيتباع. اسمع ما تقول لمحمد سعيد انه جاني الزول ده. يبو ثاني عادي عادي ثم حد يزلونا زلة عشان تبيتونا كان كده عادي.
small town, little house on the prairie. The spoons like it's a pastime. Nice. One club wonder than the 9 to 5. اي يا عبد الله حمشي افضي عن اذنكم بس نفضي شويه دي منك اثنين ما قصرت معليش نأخركم شوية عارف في طريقة أسرع من دي ولا ما في some things that like to say they'll never come out in any way don't forget wish I صح انا احضر عليك انا احضر والله في حظ جامد عديد يا مان حظ شنو والله جاني كانتي يا زول كانتي ده كثير غالي 300 وحاجة والله هيتباع يا زول امشي طوال يا زول باقي لي 4 باكات قوية يعني سمح ليه صوتك ما ظاهر؟ ما عارف والله لا لا يا اخ ظاهر صوت بدو ناسي هدية باك كمان بتاع يناي بتاع لون عشان نركب بيه والناس في الفريندلي لا 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 قدمه متأخر فابينو دايزل
باقي اصلا 3 باكات سمحه كده فاحضره وخلاص حدث الصفحه بس ده عندي فحبيب يعني احنا بس تقريبا مرات بيكون في اقل منه ناس قويين نشوف عندنا الحظ ولا ما عندنا والله ما عندنا الحظ الرحمن الرحيم ووك اوت يا رب يا رب حاجة كويسة واي ننزل لكن ما حد تحسيني الليلة حسن وبعلي محمد السيد محمد السيد ما يعرف يا جماعة عليك دينكم محمد السيد ما يعرف تيشاك انا عبرت يا معلم كم شو كم عليك الوري هسي نسي بشوفه هاي ما ليش بس شنو بلاير سبيك النازل والله يدلعوني دلع قال لي عديل شليك زول اختار يا معلم متع نفسك كم اشيل بطاقتك دي عشان تسجلها بس ثواني علاء عايز اوريك محمد ده 3000 محمد سعيد انا طبعا عملت كويك سيل بالغلط لهناي فما عندك شيء عندي اوه تو كانتي وات ذا فاك عادي ممكن شايف ولا ما شايف يا علاء شايف كاشادي ولا ما شايف باب 380 ده قل شيء يا سيحاري جي جي محمد السيد بسم الله باقي باكين ان شاء الله بس يجينا ثاني حاجه كويسه اوه نعبر خلاص كده للعالميه بعد 380 دي في 2 انت صح يعني 600 هاي عندك ميسي دي ميسي أصلاً الكاش عندك ما قادر أشوف الكاش كويس لكن الفريق أصلاً هنا يعني عرفته الفريق صار فيه قريشات عادي عادي هذا دوني 2 كانتي بعد ما أفضل أتكلم أنا خلاص جي جي يا رب الأخيرة وكاوت عشان بس عشان نمتع المشاهدين يا إيه إيه والله ما لي أنا ليهم هم ليه مهم هاي شكرا ما قصرت عشان نمتع بس الجمهور ناي ما قصرتوا وشكرا على حضوركم ومحمد سعيد حظ اوفر في المرات القادمة الحمامة صدقت محمد سعيد تخيل الديو الديو من الربح ده الديو 20% تخيل بس الحمامة 20 مش نشتري فيرنر ومشتري مش نشتري 20000 كوين ها الديو 20000 بديو 20 بس
الكويكسيل اللي بعته مديل ب 20 بديها لوسي دوالي عشان ذاته بعدين قوي نطور التيم بتاعنا. اهم هاي بس البطاقات الملونة اللي بتخوف الناس دي تكون عندنا وخلاص احنا هنقفل بس ذا تيمنا كده على السريع لو داخل تشوفه على. وشكرا على دعمكم المتواصل ويلا سلام عليكم.